صباح الخير غوالي، شلونكم؟ طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ اخ، بعد الدنيا الصبح ومحتارين شو بدنا نفطر، شو بدنا نسوي يا ام يوسف؟ جابنا اليوم نسوي شغلات بالمطبخ، شو بدنا نسوي؟ شو رايكم نسوي فطاير بخضره مع جبنه؟ وامشي معي لنشوف شو بدنا، شلون بدنا يطلع من ايد ام يوسف. خليكم معي. وهين غوالي عندي 5 حبايات بيض، وعندي هنا البهارات، عندي ثوم مطحون بودرة، وعندي بصل بودرة، وعندي زنجبيل، عندي بابريكا، عندي بهار أسود، عندي شو ملح. بدنا نخلطهن كلهن هين. اليوم على طريقة أم يوسف لنشوف أحلى فطور اليوم. بدنا نخلطهن مع بعضهن. عن جد ريحة البهارات مع بعضها بتجنن. وعندي شو بقدونس مفروم ناعم، عندي ضبة واحدة، يعني بدي احط شوي شوي، ما بدي احط كل الكمية. وعندنا شو هين فليفلة حمرة، بتجن تحطنها حرة، بتجن تحطنها حلوة. بهين زاد عندي فليفلة خضراء، احنا دا نشكلها تصير الوان، بس عن جد يصير منظرها رائع. نخلطهم سوا منيح منيح، ونرجع نروح نكفي شو الباقي. شو بدنا نسوي بعد؟ بدنا شغلات بعد بدنا نسويهن. يلا، وهين هين الخلطة هاي جاهزة عنا، بدنا نروح نكفي. وهين عنا 2 كاستين حليب بدنا نفضيهن. شو بدنا نسوي بعد؟ عنا 2 كاسة طحين، ما رح احط لهن شيء ابدا. وعندي هين 1/2 كاسة طحين بعد، يعني 1.5 كاسة طحين. بدنا شو نخلطهن منيح 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 مشان ما يضل بيها تكتلات، مشان ما تعذبنا يوم نرجع نسويها نشكلها، يعني تا ما تعذبنا. بدنا نخفقها منيح منيح، نطول بالنا عليها مشان ما يضل بيها تكتلات. واحلى فطور اليوم من ايد ام يوسف دخيل قلبكم. نخفق منيح منيح، بدنا وقت شوي. يا عيني يا عيني، هذي قعدون الولاد. وهين بعد ما خلطناهن منيح، وين بدنا نحطهن؟ بدنا نحطهن فوق الخضروات. شوف ما احلى المنظر، عن جد رائع منظر مع الخضرة، تتجنن. نتركها شو شغلة 10 دقائق، ونرجع شو على المغلاية. يا عيني يا عيني، اليوم احلى فطاير من ايد ام يوسف. شوف هالمنظر، شوف شوف هالمنظر، ما احلاه، روعة. نخلطهن مع بعض منيح، بس ضروري ضروري نروب شو الطحين منيح منيح مشان ما يضل بيه تكتلات، تا ما يعذبنا بالمغلاية. وين جهزت عنا، نريحها 10 دقائق ونرجع لكم يا حبي. ان شاء الله اليوم فطور ام يوسف. والي عنا المغلى حميت بالحيل، يعني هديت النار. مش بدي ابلش، بدي ابلش احط شوي شوي. بسم الله، ما راح اسمكها قد ما قدرت ارققها. بدها تستوي، بدها على نار هاديه. هنا عنا بدها تستوي شوي شوي، بدها تستوي على مهلها، بدها على الهدف. نتركها حتى ما تستوي، نرجع نقلبها على الوجه الثاني ونبلش. بدها على النار هادية، بنات انتبهن على نار هادية، ما بدها سرعة.
تستوي معانا منيح. ودخي قلبكم ان شاء الله اليوم اشلتنا وفطورنا بالغصب لنشوف استوت. يا ان شاء الله ان شاء الله استوت. نرجع نحركها شوي تستوي منيح كلياتها. شفتم بس تصير سميكة ما راح تستوي منيح. بدنا نستناها لتستوي بدنا نرجع نقلبها. حبايب قلبي قلبناها ما شاء الله. ايش بدي اسوي الحز؟ بدي احط عليها الجبنة. احط عليها الجبنة. بسم الله. استنى عالجبنة لحتى ما تذوب. ريحة بتود الروح. استنى عليها شوي لتذوب. ايش بدنا نرجع نسوي؟ بدنا نقلبها القلبة هاي. بسم الله. خليها تاخذ مجالها. واحلى فطايرة اليوم من ايد ام يوسف. نحاول قد ما نقدر نخليها رقيجة مشان تستوي منيح. عن جد ريحة غير شكل. اليوم احلى فطور من ايد ام يوسف. يا عيني يا عيني يا ام يوسف. عن جد الولاد هي الاشلات هيك يحبونهم يحبونها. رائعات هيك اشلات للولاد. شوف قامت تفقع بالنص. راح تستوي. احنا نهدي الغاز خليه على الهادي وعمهلها تستوي. شوفهم بلشت تستوي بلشت تستوي. حركها شوي شوي. بعد ما قلبناها على الوجه الثاني ايش بدنا نسوي؟ بدنا نرش الطعمه الطيبه فين؟ جبنه. اي جبنة مناغيش بتصير. يعني ما نحدد اي جبنة. موزاريلا. هاي جبنة موزاريلا. انا بدي احط لها هي. بس عن جد رائعة. بس خليها لتذوب شوي. ريحة بترد الروح. يعني عن جد احلى فطاير. الحز بتذوب على الحرارة. ايش بدنا نسوي بعد ما ذابت؟ من ذابت بدنا نشوف نقلبها على الجنب الثاني. شوفهم يا بنات يا بنات يا بنات. واحلى فطور تسوينا للولاد يا غوالي. خلصنا احلى فطور من ايد ام يوسف. ما شاء الله شوفهم هالمنظر بجنن. عن جد ريحتهن خرافية. ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس ليجيكم كل شيء جديد من عائلة أم يوسف. حبايب قلبي ما تنسون ولا تنسون.